بكل فخر يمكننا أن نقول في بوسنالييك أن رؤيتنا لم تكن محض خيال دون أساس علمي في عالمنا الحقيقي. رؤيتنا التي تم تحديدها في عام 1951 أصبحت معروفة، وبسببها يمكننا إلقاء نظرة على السنوات التي مرت بكل افتخار. في عام 1951 تأسست الشركة. في العقود الستة اللاحقة أصبحت واحدة من العلامات التجارية البوسنية الأكثر شهرة في العالم. استندت بوسنالييك في إدارتها وتطويرها على الاتفاقيات المرخصة مع الشركات العالمية المشهورة، إضافة للتطوير الذاتي لمنتجاتها الدوائية. يتماشى نظام الجودة في بوسنالييك مع اللوائح والمعايير القانونية المحلية والدولية. مفتاح النجاح الرئيسي في بوسنالييك وسياستها التجارية هو نظامها الإداري المتكامل، والذي يتضمن معايير ISO 9001 وISO 14001 OHSAS 18001. عندما يتم دعم المهارة والخبرة بالحلول التكنولوجية الحديثة إلى جانب الإلهام من المعرفة العالمية الشاملة، فإن النجاح مضمون. حين ذاك يمكنك أن تكون كما هي بوسنالييك، شركة رائدة في صناعة الأدوية. مركز التطوير مجهز بالمختبرات الحديثة، ويعمل فيه خبراء صيادلة اكتسبوا معارفهم دولياً. تعتمد بوسنالييك في منتجاتها الغنية على تنميتها الذاتية. موظفوها ذوو المهارات العالية مسؤولون عن تطوير منتجاتها. خلال مراحل التطوير يخضع الدواء لمحاكاة لتوفر المادة الفعالة بعد أن يمر عبر الجهاز الهضمي البشري. تتطلب العديد من المشاريع المتزامنة العمل الجماعي والتنسيق. النتيجة الإجمالية هي منتجات آمنة ذات جودة عالية ومضمونة الكفاءة. قبل أن يصل إلى المريض، يمر الدواء من خلال اختبارات الجودة المتعددة. تم تجهيز مختبرات مراقبة الجودة بمعدات حديثة متطورة للغاية لتحليلها في مجالات الاستشراب والطيف وعلم الأحياء الدقيقة الآلية وغيرها. يتم ضمان المراقبة الدقيقة والتحكم المستمر في الجودة في جميع مراحل إنتاج الدواء، من التحكم في المواد الأولية والمنتجات الوسيطة وانتهاء بمراقبة الجودة للمنتج النهائي. يتم توفير جميع المواد المستخدمة في إنتاج الأدوية من قبل الموردين المعتمدين دولياً. في وحدات الإنتاج الثلاث تنتج بوسنالييك مجموعة كاملة من منتجاتها بأشكال الدواء المتعددة، الأدوية الفموية الصلبة وشبه الصلبة والسائلة. يتم تطوير وإنتاج الأدوية في ظروف خاضعة للرقابة الصارمة، والتي تضمن الجودة الفائقة لمنتجات بوسنالييك. كما تمت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في جميع قطاعات عملية الإنتاج. تخضع هذه العمليات للمراقبة والمتابعة المستمرة من قبل الجهات البوسنية والدولية المختصة. تم تصميم جميع مرافق الإنتاج بما يتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يضمن لبوسنالييك أن تعرف كشركة مصنعة للأدوية بأعلى معايير الجودة. يركز هيكل برنامج الإنتاج على الأدوية ذات نطاق علاجي واسع، أبرزها أدوية القلب والأوعية الدموية والجهاز الهضمي وعمليات الأيض والجهاز العصبي، إضافة لأدوية علاج الالتهابات الجهازية. تترافق عملية الإنتاج بضبط الجودة التي تأخذ بالحسبان جميع العوامل المؤثرة بما فيها ظروف الإنتاج ونتائجه، مراقبة المواد الخام ومواد التغليف، توثيق المنتج وتغليفه، توافق المواصفات مع المنتج النهائي ومراقبة التغليف النهائي. يرتبط خط الإنتاج الأكبر قسم الأدوية الفموية الصلبة بشكل مباشر بمستودع منظم للغاية، يعمل بشكل آلي وبمساعدة الروبوتات، مما يتيح النقل الأفقي للمواد الخام والمواد الوسيطة وأدوات التغليف والمنتجات النهائية. يعتبر تسليم الأدوية بواسطة الروبوتات أسرع بشكل لا يقارن بالنسبة للتسليم البشري.
يشمل برنامج الإنتاج في بوسنالييك حالياً أكثر من 200 منتج، معظمها عبارة عن أدوية في أشكال دوائية ووحدات جرعات مختلفة، تستند على حوالي 150 من المواد الفعالة المختلفة والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل ذات الاستخدام الخاص، إضافة للمطهرات للاستخدام الطبي والاستهلاك الواسع. أسس نجاح عمل بوسنالييك إلى جانب عقود عديدة في إنتاج الأدوية، 880 من العاملين ذوي المهارات العالية المؤمنون إيماناً راسخاً بعملهم في بوسنالييك. موظفو بوسنالييك هم عماد الشركة الأكثر قيمة وعلى استعداد دائم لتوسيع نطاق علمهم. تحت قيادة الإدارة الجديدة حققت بوسنالييك نتائج قياسية في السنوات الخمس الماضية في نمو مبيعات منتجاتها ومقدار الأرباح التشغيلية. تتوفر منتجات بوسنالييك في أسواق الاتحاد الأوروبي وبلدان أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يدل أيضاً على جودتها وفعاليتها وكفاءتها. يتجلى الاستعداد لتحقيق خطط أعمال طموحة من خلال الاستثمارات الجديدة، مختبرات جديدة لمراقبة الجودة، ومبنى حديث للمكاتب وخطوط إنتاج جديدة. كشركة تقوم بمسؤوليتها تجاه المجتمع، تقوم بوسنالييك بالاهتمام بشكل مباشر في قضايا المجتمع المحلي، كما تقوم بذلك بالشراكة مع المنظمات الصحية ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية. تقوم بوسنالييك باستمرار بدعم المشاريع والفعاليات المتعلقة بالصحة والعلوم والتعليم والثقافة والرياضة. تقوم بوسنالييك من خلال رؤيتها بدور فاعل في تحسين نوعية حياة المجتمع، حيث تقدم الدعم الكامل للأنشطة والمشاريع التي تساعد على وقاية صحة المجتمع وتحسين نمط حياتهم. أصبحت بوسنالييك بسبب كل إنجازاتها الشركة الأكثر رواجاً. الشركة شريك أساسي في المؤسسات التعليمية، وتعمل على تحسين ظروف التعليم، وفي تواصل دائم حول الموضوعات المستجدة في مجال إنتاج الأدوية. تؤدي الشركة دورها المسؤول بالتوظيف المستمر للكوادر الجديدة. يقبل عدد كبير من طلاب المدارس الثانوية والجامعات باهتمام كبير إلى بوسنالييك، على أمل أن يبدأوا حياتهم المهنية الرائعة في هذا الصرح العظيم. إن التصدير إلى القارات الثلاث هو شيء يمكن أن يفعله فقط أولئك الذين لديهم رؤية جريئة حقة، ويلبون أكثر المعايير العالمية صرامة لمراقبة الجودة، مع مراعاة دائمة للأمر الأهم، الصحة أولاً وقبل كل شيء. مهمتنا هي أيضاً تطوير منتجات حديثة للوقاية والتشخيص والعلاج، بهدف الحفاظ على الصحة وتحسين نوعية الحياة. الصحة أولاً. بوسنالييك.